السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ كل عام وأنتم بخير. شاهد الفيديو قبل وبعد. الصلاة على النبي، دي تالت يوم لاي مشيت الصلاة على النبي. الله يبارك لك يا أبو سعيد، خش بقى جوه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال الحمارة دي يعني مش قادرة تدوس على الحافر، هنكشف عليه ونشوف ايه بالظبط. اسحب يا باسل، دخلها جوه من العظم. خش خش خش. معلش احمرتني. بتبص لنا ازاي؟ تقول خلص يا عم. ارفع رجلها يا ابو احمد. سمعنا بسم الله كده. بسم الله. ايه ده فاخر؟ فاخر راجبي. تعرج ولا؟ تعرج عرج شديد. ما تمشيش. سحبها فين؟ احنا لفينا عليه اللي. يعني هو فين فوق؟ العزبة كلها. معلش والله بقى يا عم احمد. هم لفوا عليه قالوا مش باين، قلنا حتى عم احمد يمسك معايا، ايدك ورا. ماشي. البقرة عاملة ايه؟ بقرة السمر. اللي هي مش انبعت عشان بعتيه؟ اللي كانت بتعر. بعتيه. هتخفت؟ لا، امال بعتها ليه؟ ما خفتش برضه. لا نشفت، خست جسميا. قلت لها الدكتور؟ قلت لها الدكتور مرتين وبعد. ويدي لها علاج وزي ما هي. زي ما هي برضه. فودهبت منها بقى ورحت بيح. مع السلامة. والله انت كنت فين يا عم السايق؟ ما انت فرحنا من هول. ايه ما هنشوفها؟ ايه ده فرقك؟ احنا هنشوفها احنا مع بعض. ده فرق عمها. حتة قماشة نظيفة كده. هات قماشة يا مال. ها؟ هات قماشة نظيفة. خرجوا يا سيدي، انزل. خرجوا يا سيدي. اقول لابويا هيطلع خرجوا. ماشي هات قماشة. ما تسخن من تحت ايد احمد كده. ما الخراج مسخن. حاليا مش سخن. ما لما الخراج ينزل الموضوع خلص كده. انا رحت جبت لها بتاع دي خل. خل وليمون وقعدت كنت من امبارح والنهارده. انزل. الحجاه ما تمشيش برد. الحجاه يعني ما اجي النهارده كنت صعبان، كانت جايه تهطر ميه من غير امبارح. يعني هي جايه بالبرسيم ده النهارده وهي بتعرض؟ وهي بتعرض. ما ينفعش كده. دي على ثلاث رجول. لا ما كنتش حطيتش حماره ليه؟ ده تنفع يبقى؟ ده راجل عم سات انا. هات له ماشي. دي على ثلاث رجول. والله على ثلاث رجال. هو عم احمد ما عندهاش حمار؟ عنده. مش حتهاش ليه؟ مش هيروحوا يعلقوها في الحمارة. قلت لا ده مش زي دي. هذه مش هتكون عارفه على ده. لما عمل بنت عندها الحمارة في لولي ما تعرفش على ابوه. امسك المخطوطه بتاعتها كده واسيها حتى النهارده.
ألف سلام عليك يا حمار. يا روحنا بعيد. الحمير العزبة كلها مش عاجباهم. يبقى كده ألف سلام عليك يا حمار. صح عم أحمد؟ تمام. انت تحدها يا محمد الناس. اه كان بيقولوا اجيب النبي خليه يحط لها حلو. انا حطيت لها حلو من غير ما انت تقول. اقول عم الحاج انت وقف على يد على خفه. هعمل ايه يا عم احمد؟ رنيت على اخوك مبرود. لفيت عليه فوق مبرود. انا عايز اشوف عم احمد برضه. عم احمد بقول له انا هاجي عشان امسك الحمار مخصوص. اه قلت له تعالى. من غيرك هيمسك الحمار. انا ولا مش موجود انا مش راح امسك الحماره واعمل ايه حمارته هتمسك هو بينك النادي هو كان بيقول لك انت مش هتقول من احلى نوم حد بنفس الفين دي انت كنت فين انت انا كنا قاعدين عند محمد ابو الوان نباخنا في الجامع وقال لي انت هتروح ما احنا قاعدين وانا قاعدين تبرنا علي طب انا معايا التليفون تبرني احنا رنينا عليه تبرنا كده ريتني بس كده من اللي انت حاطط الخط اللي انا حطاه؟ الخط بتاعي القديم حط بالشفا ان شاء الله. دي حته عادي. شوف اللحم اللي انتوا بترنوا عليه. بس هذه مدة 45 اتكى على اللحم. سيبها لك. مسامير يا معلم. ليه بديك؟ جو قلب كده ليه؟ مش فاكر ما كنا بنعمل بغتنا ورا عمل كده برضو؟ مش كنت شوف بين المعلمين انا كنت ماسك دماغك رحت ما يجي افعل لا في رمز يمسك اللي برجلها خاين اضغط على روحها يعني ايوه في ناس والله بتضغط على روحها ما حبش يضغطوا على روحهم في حاجه يعني صح بس الصح للدود يعني عشان هو صاحب المال لما صاحب المال هيمسك وين لما اشيل وقام اعمل فين بعد كده وشكلي ايه يا جماعه قمت انا قمت اروح طرف عند البقر انت ربنا اديك الصح انت عشان كده بتقول هاجر يمسك الحوار كده مثلا تجرفونه ربنا يشفى لك يا عم السيد يا رب والله ثلاث ايام انت ما تاكلش برسي ماشي تاكل برسي لا ثلاث اربع كيلو فول لا تاكل شامور شامور؟ اه. لا قدام الكلام خلاص حطيت كلام جاد، قلت انا بتعب اه. ثلاث ايام شامور وما تحطش ملح كتير. ماشي يا حاجة؟ ربنا يشفيها لك الحمد لله جت على فدني. الحمد لله تفك الرايس فعلا، رايس سهل. اي والله. بس تعلمت من لحم فضل يا محمد. ما هو من كنت انتوا ناس لا مؤاخذة كده ما حدكوش رحمة. والله ما عندنا يا عم. هو انتوا لو حدكوا رحمة ما كنتوش وتأمر بالله يا محمد يوم ما اول ما جالها التعب دي كانت جايبه قرص برسيم من يوم ما عديت عليك وانت بتزورني التعب دي اتفضل كانت جايبه قرص برسيم ورش التوم بس ده ورش التوم على ظهرها على ظهرها وقرص برسيم دي وانتوا ايه وهي بتعرف وهي بتعرف لا كانت لسه على وشك كانت لسه البدايه كانت لسه البدايه كل اللي هقوله الفلاح ده مفيش في قلبه رحمه لا والله يا عم مغلب يعني كل همه ان هو يجيب البرسيم وخلاص ايه باللولي باللولي انا بعرف ادوس ايوه يلا ربنا يشفيها لك سيب يا عم اوعى تسيب ربنا يشفيها لك ايه شوف يعني ولا قادره تمشي برضه دي بعد الشغل مباشر يومين بالظبط باذن الله هتلاقيها دايس اسحب يابا دخلها كده وزي ما قلت لك ما تاكلهاش برسيه ماشي بجد ايوه تاكل تبنى وراش يومين عشان الخراش ده وما تشتغلش يومين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكان معكم الحاج احمد زكي استاذ سيد زكي الصلاه على النبي نطلع معلم بر بس وقف كده ورينا الحدوه كانت فريلي ان هي
حدوه اهي كفريل ده اهي والله ما كانت لها حد يمشي دي النهارده ثالث يوم ليها وهي بالصلاه على النبي. تعال الصلاة على النبي دي ثالث يوم لها مشيت بالصلاة على النبي. الله يبارك لك يا بس خش بها جوا. اشتريها لك يا معلم تركب اعوج كده ليه؟ انزل بقى.